خد بالك يا حسن احنا متراكبين. كنت عالي وجيت على الارض يا مروان. مروان عبد الحكيم نسر عالي في السماء محدش يقدر يصطاده. اسمع يا حسن، ارض البلد دي ما تشيلش غير واحد بس. يبقى مش هتشيل غير حسن. الارض دي بتاكل واقف عليها والناس هنا ما بترحمش. حفظتها وعرفت ديتها يا مروان. حسن بقولها لك ولاخر مره، انا لا يمكن استغنى عنك ابدا. ولا انا يا مروان، انا حتى بقالي كام يوم بفكر لما جابل ابوك بعد عمر طويل هقول له ايه يعني لو حصل لك حاجه. خد بالك من عمال الناس دي، ما تعرفش غير حاجتين اتنين، فلوسها والسلاح لو اديتهم ظهرك. خلاص امشي امشي. كان عايز ايه ده؟ ولا حاجة. يعني ايه ولا حاجة؟ كان جاي يسلم على سعادتك مثلا؟ لا، كنت بدور حسن يراقبهولي. ماشي، تقولي كده مش ولا حاجة. حاضر. كلمت عصام؟ اه بس ما بيردش خالص. تمام، انا هعدي عليه. تعدي عليه؟ هو انت هتنزل القاهرة؟ اه هنزل القاهرة. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ هو احنا مش اتفقنا نبيع الفيلا بتاعتنا اللي هناك؟ في مشتري كلمني وعايز يخلص فيها. اوكي، طب كنت قولي بس يعني اعمل حساب اجي معاك. لا ما انا نازل لوحدي. ليه؟ ما ينفعش اسيبك لوحدك. ريم لو سمحتي، مش كل لما نتكلم في موضوع تحسين ان انا عاجز وقاعد على كرسي متحرك. معلش انا اسف. خلاص اتفقنا، اي موضوع نتكلم فيه بعد كده لو سمحتي تحسين ان انا بني ادم طبيعي وكاني بمشي على رجلي عادي جدا. حاضر. اجي معاك انا يا عادل؟ انا برضو كنت مرت ابوك الله يرحم وخيره علي واخدمك بعناية. اه والله انت بس تؤمر. لا يا ست نادية متشكرين، مستغنين عن خدماتك. احضر الغدا؟ اه حضري الغدا انا جعان. استنى، مش حلو خالص خالص اللي انت بتعمليه ده. الحلو عندي الحلواني يا حبيبتي. يا بنت مش هتبطلي صياعه بقى؟ اخسى عليكي، ليه بس كده؟ لمي نفسك لحسن وديني ارجعك السجن تاني. وماله؟ يا ريت، عشان نبقى احنا الاثنين في مشنقه واحده. استني. عايزه اتكلم معاكي كلمتين. ايوه، ريم هتحن وتتكلم بالراحه، يبقى في مصيبه. ايه؟ قوليلي. عاوزة تقتل عادل هو كمان؟ وماله؟ بس لما تنوي عرفيني قبلها، يعني أكلم التربي، أشتري كفن، أصل الحاجات دي تحتاج ترتيب. أمال إيه؟ اسأليني أنا. إيه ده؟ بس بقى يا ستي، ورحت واخداه على الهادي خالص كده، وقلت له بصي يا مروان، أنا كل اللي عايزاه يا حبيبي حقنا يبقى على الورق، مش أكتر من كده. فكك مني يا كريمة. يعني ايه يا بنت فكك مني؟ الله، واحدة تقول لي لا أنا مش عايزة حاجة مروان الكبير بتاعنا، والتانية تقول لي فكك مني، إيه حكاياكوا بالظبط؟ أنا مش عايزة حاجة من الدنيا دي كلها غير حسن وبس. مين يا أختي؟ يا صلاة النبي أحسن، خير وبركة، ربنا يهدي سرك. بس من إمتى يا ريتال مش عايزة حاجة إلا حسن وبس؟ من يوم ما حطيتي ايدك في ايد جبريه. يا بنتي يا حبيطه، انا حطيت ايدي في ايد جبريه علشان نبقى. علشان ايه؟ علشان ايه؟ انت عرفتي سكتك وانا عرفت سكتي، خلاص خالصين. وسكتك دي بقى ان شاء الله شكلها ايه ولونها ايه؟ طريق واحد ومالوش تاني. اوعي تفتكري عشان انا ساكته بقى نسيت طريقني. لا يا ست الكل، أنا بس عقلي قاعد يقول لي اهدي يا ريتال، اعقلي يا ريتال، لحد ما كل حاجة تبان وتعرفي مين اللي عمل في ابنك كده. ساعتها مش هرحمه يا كريمة. عندك حق. ما
وانا معاك يا حبيبتي، بس بالعقل كده وبالهداوة. ربنا يهديكي. خليك انتي مع جبري يا حبيبتي. اقولك على حاجة، خديها وروحي اعملي عمرة، اغسلي ذنوبك، ادعي من ربنا كده ان ربنا يتقبل منك. ودعيلي بقى يا امه، ادعيلي ربنا يهدي سري مع جوزي ويشيل عني الغشاوة واعرف مين اللي عمل كده في ابني. وحياتك يا اختي، بدعيلك ليل مع نهار. أما ربنا هدك، قصدي هداك كده ازاي؟ بس اقول لك حاجه يا بنت، احسن حاجه قلتيها دلوقتي، روحي مع جبريه اعملي عمره، انا هسمع كلامك واروح. دك داهيه. ماشي يا كريم. ادخل. اهلا يا حسن، اتفضل. زعلان منك. وانا ما اقدرش على زعلك. جيت من السفر وزرت مروان، ما فكرتش في حسن. ازاي تقول كده؟ انا كنت لسه هتصل بيك علشان لازم نقعد مع بعض قعده كبيره قوي وعلى رواقه علشان اعرف احنا وصلنا لايه بالظبط. على كل حال اديني اطمنت عليك. استنى، هنسلم امتى؟ ما هو الصراحة هو ده اللي أنا كنت جاي عشانه. يعني كل حاجة ماشية تمام؟ لا مش تمام، عشان كده أنا كنت مستنيك. أنت عارف يا أبو علي إن الحاجات دي بتاخد وقت، مش سهلة يعني. إيه مالك؟ مستعجل ليه؟ أنت عارف طلعة زي دي لوحدها هتتكلف كام؟ كنت بتلعب بي، كنت فاكر ان انا مش عارف، مش كده؟ اتجننت ولا ايه يا حسن؟ اتجننت، مش عايز اسمع صوتك. ايه؟ مش خايف؟ دي رصاصة واحدة تضيع عمرك كله. انت طيب قوي يا حسن، بجد انت طيب قوي. اتعلم يا حسن قبل ما تعمل اي تصرف زي ده او اي تصرف في حياتك عامة، اتعلم هتكسب منه ايه ولو عملته هتخسر ايه. اصل الدنيا دي عامله زي الميزان الحساس بتاع الذهب، ولو انت كنت سمعت كلامي ووزنته اللي انا قلت لك عليه قبل كده، ما كناش وصلنا للحظه العبيطه اللي انت بتعملها دي. بس عشان انا بحبك وعارف ان انت راجل جدع ومحتاج لك وحط تحتيها 100 خط، انا هعذرك واعديها لك. لان انا لو مكانك كنت هولع في الدنيا كلها، لأني محبش حد يستغفلني أو يضحك عليا. بس لازم تعرف إنه غصب عني، لأن أنا بنفذ أوامر، بقول حاضر ونعم للناس اللي فوق، اللي ممشينا، اللي أنا قلت لك عليهم قبل كده. بس بقول كل ده بمزاجي مش غصب عني. كل الكلام ده ملوش عزا عندي. لا ليه عزا يا حسن؟ ليه عزا؟ ما كانش لازم تطلق لبنى. اسمع كلامي وأنت ساكت. كان لازم يبقى معاك كارت ربحان تلعب بيه وقت اللزوم، مش ترميه على الارض كده. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انا على اتفاقي معاك انت، اتفاقي معاك انت وبس، مش مع حد تاني.